هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Now we move to the next lesson, which is lesson 5. And in this we are learning the use of sukoon. أو بو تو ثو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو صو ضو طو ضو عو غو فو قو كو لو مو نو وو هو يو. Here the sukoon is on waw. The next, again, there's a sukoon on ya. So we are using sukoon in this lesson. أي بي تي ثي جي حي خي دي ذي ري زي سي شي صي ضي طي ضي عي غي فاي قاي كاي لاي ماي ناي واي هاي ياي. Now the same sukoon in the form of words. We are using the sukoon in the form of words. So all those letters which have got sukoon, we have to focus on that. Antum, antum. يخلق, يخلق. تقهر, تقهر. تنهر تنهر نشرح نشرح فانصب فانصب فارغب فارغب نجعل نجعل يعمل يعمل أمهلهم أمهلهم بي ذم بهم بذنبهم فأنذرتكم فأنذرتكم سعيكم سعيكم يعلم يعلم كيدهم كيدهم أطعمهم أطعمهم رأوهم رأوهم نومكم نومكم فوقكم فوقكم عليهم عليهم حشرت حشرت بعثرت بعثرت أزلفت أزلفت أحضرت أحضرت أنعمت أنعمت فرعون فرعون كالإحني كالإحني فلينظري فلينظري بالهزل بالهزل أوتادا أوتادا مرصادا مرصادا أحقابا أحقابا أعنابا أعنابا أترابا أترابا أشتاتا أشتاتا لنسفعا لنسفعا رويدا رويدا قريش قريش ليوم ليوم. With this we have finished this lesson.